دلوقتي جه موعد يعني الاخبار المختلفه للنادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين، وكمان الفرق المختلفه، وزميلتنا العزيزه روزان نصر دلوقتي هي اللي موجوده معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. روزان صباح الخير عليكي طبعا، وسامعينك لو معاكي اخبار طبعا خاصه بالنادي الاهلي وكواليس او تفاصيل اكيد اتفضلي. خير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. النهارده موجوده معاكم طبعا من النادي الاهلي فرع الجزيره لنقل كل الاخبار المتعلقه سواء بكره القدم او الالعاب الاخرى. هنبدا طبعا يعني باخبار يعني الفريق الاول لكره القدم اكيد تحت قياده مستر مارسيل كولر، خلاص يعني انتهى الجدل، وبيراميدز بشكل رسمي هيلاعب طبعا الاهلي في السوبر المصري بعد اعتذار طبعا نادي الزمالك عن المشاركه بشكل رسمي. يعني خلينا كمان نقول انه بيراميدز بيشارك في السوبر كون وصيف الدوري الموسم الماضي، بينما بيشارك النادي الاهلي بصفته بطل كاس مصر. تقام طبعا المباراه يوم الجمعه 5 مايو المقبل، وهتنطلق في تمام الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره، وبيستضيف ملعب محمد بن زايد هذه المباراه. طبعا كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي في هذه المباراه. سلة رجال النادي الأهلي من بطولة دبال بيحققوا فوز صعب على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75 في ثالث مباريات تصفيات مجموعة النيل بدوري أبطال أفريقيا التي تقام طبعا كالعادة في صالة حسن مصطفى بستة أكتوبر. وجاءت نتائج الفترات الأربعة كالتالي: 30-20 للنادي الأهلي في الفترة الأولى، 46-42 للأهلي في الفترة الثانية، 74-58 للأهلي في الفترة الثالثة، و91-75 كمان للأهلي في الفترة الرابعة والأخيرة. ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة بعد طبعا ما حقق 3 انتصارات من أول 3 مباريات خاضها لحد دلوقتي طبعا في بطولة دبال. من رجال السله لسيدات سله الاهلي اللي بيفوزوا كمان على سموحه في اول لقاءات نصف نهائي الدوري، فاز الفريق الاول لكره السله على نظيره سموحه في المباراه التي اقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطوله دوري السوبر للسيدات للموسم 2022-2023، واستطاع فريق السيدات تخطي طبعا سموحه بنتيجه 72-65، وتقام منافسات الدور نصف النهائي من بطوله دوري السوبر لكره السله بنظام طبعا بيست اوف 3، وبيحتاج فريق الاهلي الفوز في المباراه الثانيه يعني بعد فوزه اكيد على سموحه في المباراه الاولى للتاهل الى المباراه النهائيه. فحاله طبعا التعادل يعني وفوز سموحه في المباراه الثانيه بيلجا الفريقين لمباراه فاصله طبعا لحسم يعني بطاقه الدور النهائي. كمان كل توفيق لسله سيدات في هذه المباراه يعني المباراه الثانيه لحسم طبعا يعني بطاقه التاهل للمباراه النهائيه. دي كانت كل الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. نشكرك احنا كمان على هذه التغطية السريعة جدا، شكرا زميلتنا العزيزة روزان نصر، شكرا لك.